تقول: قرأت في بعض كتب الفتاوى أنه لا يجوز للمرأة كشف وجهها أمام الأجانب من الرجال، فكيف هذا والرسول صلى الله عليه وسلم قال في معنى حديثه لأسماء: إذا حاضت المرأة لا يظهر منها غير هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه، جزاكم الله خيرا. ما قرأتيه من وجوب ستر وجه المرأة وتحريم كشفها عند الرجال الأجانب هو الصحيح وهو الحق الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة، وأما حديث أسماء الذي ذكرتيه فهو حديث ضعيف لا تقوم به حجة، فيه ضعف في إسناده وفيه انقطاع وفيه غرابة، كيف يليق بأسماء بنت أبي بكر الصديق وأن تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الإسناد؟ هذا يدل على أن هذا حديث أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عن أسماء رضي الله عنها، وهي من بيت فضل وبيت شرف وعزة، بيت أبي بكر الصديق، وهي زوجة الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمته، فكيف يليق بنساء هذا البيت أن يتزيين بهذا الزوج؟ هذا يدل على غرابة هذا الحديث. جزاكم الله خيرا.